السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شنو فيها شي حلقة جديدة؟ وانترستين انترستين من الفضاء، من الحوايج اللي كيخليو الناس يجيو للمغرب والطبيعة الخلابة اللي فيه، وبالطبع جوج بحورة اللي كيمتدو على طول 3500 كيلومتر. ايه 3500 كيلومتر، بزاف ديال البحريات، بالكايت سيرف والويند سيرف في السواحل الجنوبية للمملكة، ومرورا بالشورت بورد والبودي بورد في السواحل المحاذية لمدينة أكادير الجميلة بأمواجها المثالية لهذا النوع من الرياضة، ثم الكانوي كاياك بسواحل الرباط بسبب التقاء الواد بالبحر. تعتبر المغرب من أفضل الوجهات السياحية في العالم لمحبي الرياضات المائية، نظرا للتنوع الملحوظ في مناخه وتضاريسه البحرية. المهم باش تعرف هذا الغنى هذا ديال الثروات البحرية اللي عندنا، أبار السمكية وهذا غير الشواطئ، خاص تعرف واحد العملية حسابية بسيطة غتبين لك شحال عندنا غنى طبيعي. هي إذا دوزتي نهار في كل بلاج غير بيني وسوانو أكادير ما غاديش تكفيك شهر، حيتاش كاين أكثر من 30 بلاج. شحال تقدر تكفيك؟ غتكفيك واحد شهر ويومين. وهاد البلاج اللي ذكرنا ديال إم سوان كتعتبر من أجمل 10 شواطئ في العالم، وهذا الشيء ماشي أنا اللي قلته، هذا الشيء حسب المجلة العالمية لتصنيفات فوربس في 2017. وفي 2020 نفس المجلة كتصنف هذا الشاطئ الى جانب جاغازوت من افضل الوجهات السياحيه اللي كيحلموا ترافل بروز او محترفي السفر يقصدوها. في المغرب كاين ما مجموعه 27 شاطئ حاصل على اللواء الازرق، منهم 10 في الجزء الشمالي من المغرب المطل على البحر الابيض المتوسط، والباقي مفرق على الجزء الغربي من المملكه. شنو هذا اللواء الازرق؟ اللواء الازرق سيدي هو واحد الشهاده من مؤسسه التعليم البيئي كتبين ان هذا الشاطئ كيطابق المعايير ديال هذه المؤسسه الغير الربحيه اللي كتكون من 65 منظمه في 60 دوله عضو في جميع القارات. اللواء الازرق هو بحال قلتي ايزو 9001 ديال البحوره، ولكن راه هذا الرقم هذا ديال 27 راه رقم جد متواضع باش تعرف، مقارنه مع السبليون حنا عندنا 27 شاطئ وعندنا البحر اكثر منهم، وهما عندهم 615 شاطئ حاصل على اللواء الازرق. تخيل، وهذا الشيء علاش عائد؟ عائد لضعف التوعيه البيئيه الشاطئيه اللي هي اول معيار عند مؤسسه اللواء الازرق، واللي بالطبع كنلاحظوا التاثير ديالو على المصطفين المغاربه كينقيو بلاصتهم بزاف، راك فاهم. من غير هذه المعيقات كاينين بزاف ديال المعيقات اخرين في السياحه الشاطئيه في المغرب. مدينه مليليه الشقيقه باراسولات هما الاخرين فابور، ودايرين حتى مكتبات فابور في الشاطئ باش الناس كيما كيستجمو يتقفوا في نفس الوقت، بينما حنا باقيين مضاربين مع ظواهر في المغرب في البحر بحال التحرش وخصوصة الشواطئ. وشحال خصني نخلص للكارديان؟ واش 10 دراهم ولا 400 دريال؟ 3 دراهم مزيان. واحد الحاجة أخرى، كيتوفر على 2231 وحدة فندقية مطلة على البحر، ولكن هاد الأوتيلات كيتعتبروا غاليين بزاف مقارنة مع وجهات بحرية عالمية أخرى، حيتاش كاينين شي وحدات فندقية او اوتيلات في المالديف وبورا بورا اللي رخص من دي زوبيرج في المغرب. باش نبين لكم ان هذا الشيء كيعيق بزاف السياحه الداخليه والخارجيه ديال المغرب، نعطيكم واحد المقارنه ابستراكت. اوتيل 4 ايطوال في المالديفز بمواصفات خياليه ب 900 درهم الليله، غير في اكادير نقدروا نلقاو اوتيل 4 ايطوال حتى هو بمواصفات متواضعه مقارنه مع الاول ب 2150 درهم، كيوصل حتى لهذا الثمن خير مره. الواحد الواحد الليله انت والمدام ولا شي حاجه، فهمتي؟ بحالو بحال السميك، دابا تخلص وتجيش بات ليله وترجع تخدم. انت مزيان. هي هذيك فهمتي، اصلا هذاك هو الهدف ديالي. اصلا روبورس يكون النهار من الاخر. وحيت الفوق ديال البحر غالي، حنا غادي نهبطوا لتحت ونصيفوا لتحت، نمشيو للاعماق عند سبونج بوب. عند سبونج بوب يلا. هاد الاعماق ديال البحر ما عمرنا كنا غنعرفوا واش كاين فيهم، كون ما كانش واحد العلم اللي سميتو لوسيانوغرافي اللي هو علم المحيطات. هو علم كيديروا فيه الدراسات اللي كتجمع مواضيع بحال الحدود في المحيطات، بحال الطبوغرافي ديال القاع ديال البحر، بحال الفيزيك ديال البحر، الكيمياء ديال البحر، اللي كيدرس انواع التيارات ودوك المراحل ديال تكون دو الحياه اللي كاينه في البحر. تشارلز داروين عالم الطبيعيات المشهور، الاب الروحي للجاليه المغربيه المقيمه في الجامعه، وصاحب نظرية التطور اللي غادي نناقشوها في فيديو بوحده ان شاء الله. 1842 تشارلز غادي ينشر ورقة بحثية فيها بلي دوك الجزر المرجانية هي المرحلة الأخرى ديال الهبوط ديال الجزر المرجانية. على ما كيقول داروين وكما كيبان لكم في الفيديو، داك المرجان كيتشكل على شكل حلقة دايرة على جزيرة بركانية، فاش كيغرق داك البركان تحت البحر كيخلي وراه جزيرة مرجانية دايرة على شكل خاتم. أندري دروكسلر واحد العالم جيولوجي فرنسي في جامعة رايس في هيوستن تكساس كيقول بلي النموذج ديال داروين زوين
ولكن فاش كتفكر في قلة البيانات اللي عنده، دوك لي دوني اللي كانوا عنده، راه ماشي داتا صحيح الداتا كما كيبان لكم في فيديو. كيقولوا بلي الجزر المرجانية كتشكل فيها تقلب مستويات سطح البحر على مدى مئات الآلاف من السنين. النظرية ديال أندري وستيفان جوري اللي كيطلع على البحر، دوك الشعاب المرجانية كتجمع على شكل حلقة على داكشي اللي هابط، وكتشكل لنا واحد الجزيرة مرجانية، ماشي ضروري يكون بركان. الكابتن جيمس ألدن غادي يرسم أول مخطط استطلاع لساحل كاليفورنيا في 1852. 5 سنين من بعد غادي يكتشف واد ديال مونتيري في كاليفورنيا. مونتاري لعبت مع الرجاء. هذاك هو أول واد بحري تعرف. الواد البحري هو واحد الهبطة طويلة وغارقة في قاع ديال المحيط. تشارلز تومسون عالم الأحياء البحرية غادي يكتشف بلي كاينة الحياة في أعماق البحار في 1868، من بعد ما كان كيدير التجريف بواحد الدريج اللي كما كتبان لكم في التصويرة من الباطو ديالو اللي كيتسمى HMS Lightning، يعني البرق. البرق في واحد الارتفاع ديال 4389 متر. هاد البلان فاش عرفوه غادي يبدل كاع دوك النظريات السابقة اللي كانوا كيقولوا بلي راه ما كايناش الحياة في أعماق البحار، فهمتي؟ كانوا وحدهم 550 متر. وفي 1872 غادي يجمع عالم الطبيعة لويس أغاسيز تقريبا 30,000 عينة بحرية اللي فيها أنواع مختلفة من المرجان في فلوريدا، والتصوير اللي كتبان لكم كتوثق الدراسات ديالو. عامين من بعد ما غادي يغرق تيتانيك وراه ما تساطح مع جبل الجليدي، هذا الحادث المأساوي اللي مات فيه 1500 واحد، البلان اللي خلاهم يديروا جهود اكثر باش يطوروا جهاز صوتي باش يبدا يديتيكتي داكشي اللي كاين قدام السفن. السونار ياك هو الجهاز الصوتي. في عام 1914 غادي يبان اول استكشاف صوتي، غادي يديروا واحد المدبدب كهربائي وغادي يلقى داك في سماوه فيسندن، اصداء من القاعده المحيط، يلقاو بلي هذاك راه جبل جليد. في 1925 كانت واحد البعثه سميتها ميتيور المانيا، غادي تثبت بانه كاين الاستمراريه ديال السلسله ديال الجبال وسط المحيط الاطلسي. هاد الجبال ديال الاطلس ديالنا حنايا، غادي تصاوب هاد الخريطه في الرحله الاستكشافيه، وكيبان فيها الجمع بين دوك القراءات ديال العمق ودرجه الحراره باش كيعبروا داك الغرق ديال البحر. هي دابا كون كان داك السونار ما كانش غيغرق جاك ويدير لنا قصه وفيلم زوين ما كناش وكذا. غنتفرجوا في تيتانيك. حياه عبثيه. في 1955 غادي تكتشف الاشرطه المغناطيسيه في قاع المحيط، من بعد ما واحد السفينه غادي تمشي للساحل، وهي واحده سميتها جيوديسيا في امريكان، كان واحد المشروع كان مشترك بين هاد بايونير والبحريه الامريكيه ومعهد سكريبس لعلوم المحيطات. غادي يجبدوا اول مقياس مغناطيسي بحري، وغادي يلقاو اشرطه مغناطيسيه في قاع البحر حدا الساحل الغربي. هاد الاكتشاف هو غيزيد اكثر عنصر رئيسي لنظريه الصفائح التكتونيه اللي قرينا في علوم الحياه والارض، وكيتسمى الماغنيتو ميتر. اوغوست بيكار هو عالم فيزياء وطيران وعالم محيطات سويسري، غادي يصنع ديك الغواصه ديال الاعماق تريست في 1953 في الطاليان. من بعد 7 سنين في 1960 بسبب هاد الغواصه غادي تكتشف خندق ماريانا، ماريانا ترانش، على اساس اعمق نقطه. سامع بيه هو ديك الواد اللي جا وسط البحر ما عرفتش داكشي. لا سميتو خندق، هو داير على شكل بحال الحفره كيتسمى ترانش لافوس دي ماريا اللي غتوصل ل 10912 متر. في استكشاف نفس المنطقه في عام 1998 واحد السفينه ديال الابحاث اليابانيه غادي تقدر تزيد بتقريبا 20 متر وغتوصل ل 10938 متر. في 1970 سيلفيا ايرل في مشروع تيك تايت غادي تحقق رقم قياسي في الغوص الفردي، هبطات ل 1000 متر بوحدها. سيلفيا هي اول مره غادي تشد الاداره الوطنيه لعلوم المحيطات والغلاف الجوي. فيمينيزم ديال بصح عشير. في سنة 1985 غادي يكتشف واحد الفريق ديال الأبحاث بقيادة ديال روبرت بالار تيتانيك، غيلقاه على عمق 3810 متر. من بعد غادي يكون أول غوص منفرد ناجح لهذاك الخندق ديال ماريانا، وغيديرو جيمس كاميرون، هادشي كان داز ناسيونال جيوغرافيك، وغيوصل لأعمق نقطة معروفة في المحيط في واحد التحدي اللي سميتو ديب سير. التحدي هو مشروع علمي كان مشترك بين جيمس كاميرون والجمعية الجغرافية الوطنية أوروليكس، وهذه أول مرة اللي غادي يسافر فيها واحد بوحدو من 1960. وهاد جيمس كاميرون هو المخرج ديال الفيلم المشهور افاتار اللي فيه دوك الزرقين، افاتار طار افا هذاك. سير 5 سنين من بعد في 2017 غادي يعلن واحد الفريق علمي دولي على خطة باش يرسموا خريطة الأرضية المحيطات، كما كاينة خريطة ديال الأرض غتولي خريطة ديال البحر، واللي غادي توجد على ما كيقولوا في 2030.
اكثر من 12 سفينه ديال التتبع بتقنيات جديده باش يقيسوا الاعماق. هذا البحث غادي يحيد الغموض اللي عندنا في المعارف ديالنا في البحر، واللي عارفين منه هادشي كامل يلا هو واصلين 15% ديال لي ديتاي، قل من بعض الكواكب في النظام الشمسي. أوه. راه البحر غارق وصعيب وصعيب.